بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله التلمساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتقدم معنا أنه رحمه الله ذكر أن الدليل النقلي لا يحتج به إلا إذا تحققت فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الدليل مقبولاً، يعني أن يكون صحيحاً أو حسناً. والشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة. أما إن كان غير متضح الدلالة وهو المجمل فإنه لا يحتج به حتى يحصل بيانه. والشرط الثالث هو أن يكون حكمه مستمراً غير منسوخ. والشرط الرابع أن يكون راجحاً على ما يعارضه إن وجد له معارض. وتقدم الكلام على الشروط الثلاثة الأولى، ووقفنا عند الشرط الرابع. وهذه الشروط أو الضوابط تعتبر سياجاً منيعاً للاستدلال، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له عناية بها، لأن الدليل لا يحتج به إلا إذا كان صحيحاً، دلالته واضحة على المطلوب، وليس هناك ما ينسخه أو يعارضه. وجل هذا الكتاب في هذه الشروط أو الضوابط الأربعة، حتى إنه يكاد أن يكون الكتاب كله فيها، وذلك لأهميتها ولأنها تعتبر أصلاً لما بعدها. قال رحمه الله: الباب الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة التلمساني رحمه الله: الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا. اعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فهذان فصلان. الفصل الأول في ترجيحات السند. نعم. قال رحمه الله: الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا، يعني يشترط في الأصل النقلي أن يكون راجحا على ما يعارضه إن وجد له معارض، لأنه لا يحتج بالدليل إلا إذا كان سالما من المعارض الراجح أو المقاوم. والكلام على الترجيح فرع عن الكلام على التعارض، لأن الترجيح إنما يبحث فيه إذا كان الدليلان متعارضين. فإذا الكلام في الترجيح مفرع على الكلام في التعارض.
التعارض في لغة العرب معناه التقابل والتمانع، تقول تعارض كذا وكذا يعني تقابل ومنع أحدهما الآخر. وأما في اصطلاح أهل العلم فهو تقابل الدليلين على وجه يمنع أحدهما دلالة الآخر، تقابل الدليلين على وجه يمنع أحدهما دلالة الآخر، لأنه إذا لم يكن أحدهما يمنع دلالة الآخر هل يكون هناك بينهما تعارض؟ لا يكون بينهما تعارض. والله سبحانه وتعالى جعل بعض الأدلة متعارضة في ظاهرها ابتلاء للمجتهدين واختبارا لهم وزيادة لهم في الأجر، لأنهم إذا ظهر لهم أن الدليلين متعارضان فإنهم يبحثون في كيفية التعامل مع هذين الدليلين. وهذا عمل أو ليس عملاً؟ هذا عمل يؤجرون عليه، وهذه عبادة خص الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم، وهي النظر في الأدلة لاستخراج الأحكام منها وإزالة ما قد يظهر بينها من التعارض. ومن القواعد المهمة في باب التعارض أنه لا يوجد بين الأدلة الصحيحة تعارض في حقيقة الأمر، لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من السنة أو كانت من القرآن فهي من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فإنه لا يختلف ولا يضرب بعضه بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمفهومه أنه لما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أدلته في ألفاظها ومعانيها متفقة مطردة على وجه واحد لا يضرب بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا. ومنهج جمهور أهل العلم في الأدلة التي قد يظهر التعارض بينها أنهم إذا وجدوا دليلين متعارضين في الظاهر يجتهدون في الجمع بينهما، والمراد بالجمع بينهما أن يحمل كل واحد منهما على محمل صحيح لا يعارض ما حمل عليه الدليل الآخر. وهذا هو معنى الجمع بين الدليلين، أن يحمل كل واحد من الدليلين على محمل لا يعارض ما حمل عليه الدليل الآخر. والجمع بين الدليلين أو بين الأدلة واجب متى أمكن، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فإنه يجب. والجمع بين الأدلة ليس أمرا سهلا، بل يحتاج إلى فقه عظيم في الشريعة وفي لغة العرب وفي النظر في العلل والمعاني، وفوق ذلك كله توفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الرتبة الأولى في التعامل مع الدليلين اللذين يظهر بينهما التعارض، سواء كان التعارض بين دليلين أو بين
أكثر من دليلين. الرتبة الثانية أنهم إذا لم يستطيعوا الجمع بين الدليلين فإنهم يبحثون إلى تاريخ كل واحد منهما، فإذا وجدوا زمان أحدهما متقدماً وزمان الآخر متأخراً فإنهم يجعلون المتأخر ناسخاً للمتقدم. فإذا هذه هي المرتبة الثانية وهي النسخ. المرتبة الثالثة إذا استحكم التعارض واشتد بأن لم يمكن الجمع ولم يعرف تاريخ كل واحد منهما، أو عرف تاريخ أحدهما ولم يعرف تاريخ الآخر، فإنه ينتقل للمرتبة الثالثة وهي الترجيح، وهي التي يتكلم عليها المصنف رحمه الله في هذا الباب. وإذا لم يمكن الترجيح فإنه يجب التوقف حينئذ، ولا يجوز القول في ذلك إلا بثبت، لا يجوز القول في ذلك إلا بدليل. فهذه أربع طرق مرتبة: الطريق الأولى ما هي؟ الجمع، الطريق الثانية النسخ، الطريق الثالثة الترجيح، والطريق الرابع التوقف. والمصنف رحمه الله كما عرفنا يتكلم الآن على الطريق الثالثة وهي الترجيح. والعلماء وضعوا ضوابط للترجيح وقواعد عظيمة حتى لا يتلاعب بدلالات النصوص. فهذه الطرق التي تكلم عليها المصنف رحمه الله وتكلم عليها غيره من أهل العلم تعتبر منهجاً لحل التعارض بين الأدلة إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ، فهي منهج يسار عليه. ووضعوا هذا المنهج حتى لا يقول كل أحد بذوقه ورأيه أو بهواه، بل هناك منهج وضعه العلماء للترجيح بين الأدلة. والترجيح ما معناه؟ الترجيح في لغة العرب معناه التقديم والتقوية. تقول رجحت كذا يعني قدمته على غيره، وذلك لقوته. وأما الترجيح في الاصطلاح علماء الأصول فهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لدليل يدل على ذلك، تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لدليل. ونفهم من هذا التعريف أن الترجيح إنما يكون عند التعارض. ونفهم أيضا شيئا آخر وهو أن الترجيح لا يصح إلا بدليل، أما إذا لم يكن هناك دليل يدل على العمل بأحد الدليلين المتعارضين فإنه لا يكون ترجيحا صحيحا. فإذا ذهب شخص إلى أحد الدليلين المتعارضين تبعا لهواه أو تبعا لمعنى انقدح في ذهنه
لم يدل على هذا المعنى دليل صحيح، فهل يعتبر هذا ترجيحا شرعيا؟ لا يعتبر ترجيحا شرعيا. ومدار الترجيح على غلبة الظن، مبنى الترجيح ومداره على الظن الغالب، فلا يشترط في ذلك اليقين، إن حصل اليقين فبها ونعمة، وإن لم يحصل فإنه يكفي في ذلك غلبة الظن. أما الشك فإنه لا يسوغ الترجيح بين الدليلين، فإذا وجد دليلان متعارضان في نظر المجتهد وشك في رجحان أحدهما على الآخر، فإنه هل يجوز له أن يأخذ بأحدهما أو لا يجوز؟ لا يجوز له، لأن الترجيح مبني على غلبة الظن، فمدار الترجيح هو الظن الغالب. يقول رحمه الله: الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا، يعني راجحا على غيره. اعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، وهذا فيه بيان أن الترجيح بالنسبة إلى محله نوعان: النوع الأول ترجيح من جهة السند، والنوع الثاني ترجيح من جهة المتن. والترجيح من جهة السند وهو النوع الأول طرقه كثيرة جدا، أوصلها بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله إلى أكثر من 40 طريقا، وهذه الطرق كلها ترجع إلى غلبة الظن، فما أفاد الظن الراجح الظن الغالب فإنه يكون راجحا على غيره. قال: اعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فهذان فصلان. وبعض أهل العلم يضيف جهة ثالثة، وهي أن يكون الترجيح من جهة أمر خارجي، يعني ليس من جهة السند ولا من جهة المتن، وإنما من جهة أمر خارجي، وذلك كأن يكون أحدهما موافقا لظاهر القرآن، فإنه يكون أرجح على ما لم يوافق ظاهر القرآن، أو يكون أحدهما يوافق قول صحابي فإنه يكون أرجح من ما يعارضه. والترجيح هنا هل هو من جهة السند أو من جهة المتن؟ ليس من جهة السند ولا من جهة المتن، وإنما من جهة خارجية، أي خارجة عن السند والمتن. وبدأ بالطريق الأول وهو الترجيح من جهة السند. وقبل هذا العلماء رحمهم الله اهتموا بالكلام على الترجيح في أواخر كتب الأصول، لأن مباحث الترجيح تعتبر خلاصة لما ذكره الأصوليون قبل ذلك من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها والناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ وغير ذلك، فيعتبر مبحث الترجيح خلاصة لما قبله من المباحث.
وتوسع بعض أهل العلم في ذلك كثيرا، وأكثر من توسع في هذا سيف الدين الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، بل إنه ألف في ذلك كتابا مستقلا اسمه منتهى السالك في رتب المسالك، منتهى السالك في رتب المسالك، وقد أشار له في كتاب الإحكام وهو مطبوع في مجلد اللطيف. قال رحمه الله: الفصل الأول في ترجيحات السند. نعم. قال رحمه الله: الفصل الأول في ترجيحات السند، وله 10 أسباب. السبب الأول كبر الراوي، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم، فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. والجواب عند أصحابنا أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا، وكان أنس صغيرا، فكانت رواية ابن عمر أرجح. وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلاً أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تأتي العام الأول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج. وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه. نعم. قال رحمه الله: الفصل الأول في ترجيحات السند، يعني في الترجيحات المتعلقة بالسند، وله 10 أسباب. الأسباب الترجيح من جهة السند كثيرة، والمصنف رحمه الله اقتصر منها على 10 أسباب تعتبر من أعظم أسباب الترجيح من جهة السند. وانظر إلى عبارة المصنف رحمه الله في قوله: وله 10 أسباب. هذا فيه إشارة إلى شيء، وهو أن الترجيح لا بد أن يكون له سبب. أما إذا لم يكن هناك سبب للترجيح فإنه لا يعتبر ترجيحا شرعيا. السبب الأول كبر الراوي، بمعنى أن يتعارض خبران ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن القول بالنسخ لعدم معرفة المتقدم والمتأخر، ونجد أن راوي أحد الخبرين أكبر من الراوي الآخر، فإن الخبر الذي رواه الراوي الكبير يكون أرجح من الخبر الذي رواه الراوي الصغير. وسبب ذلك أن كبر الراوي يدل على أمرين: الأمر الأول أنه مظنة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب أن الأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبير أو الصغير، الكبير، فكبر الراوي مظنة لأن يكون أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن كبر الراوي يكون مظنة لضبطه، لأن الكبير في الغالب يكون أضبط
من الصغير. وإن كان قد يوجد خلاف هذا، لكن هذا هو الغالب، فالغالب أن الكبير يكون أضبط في الفهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفرع المصنف رحمه الله على ذلك مسألة، وهي مسألة أي الأنساك يكون هو الأفضل، فهل الأفضل في نسك الحج أن يكون الإفراد أو أن يكون القران أو أن يكون التمتع؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإفراد أفضل، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وهذا هو مذهب المالكية. والهدف كما عرفنا ليس الهدف من ذكر من دراسة هذا الكتاب معرفة الخلاف الفقهي، فإن هذا أمر آخر، وإنما الهدف الذي ألف المصنف رحمه الله الكتاب من أجله هو بناء الفروع على الأصول. لكن قد نحتاج أحياناً للإشارة إلى الخلاف وبعض الأدلة حتى نتصور كلام المصنف رحمه الله. فإذن القول الأول أن الإفراد أفضل، وهذا هو مذهب المالكية لحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. القول الثاني أن القران أفضل. قلنا القول الأول مذهب المالكية، وهو أيضا مذهب الشافعية. القول الثاني أن القران أفضل، وهذا هو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. والتلبية بالحج والعمرة جميعا تدل على ماذا؟ على أنه كان مفردا أو أنه كان قارنا؟ تدل على أنه كان قارنا. القول الثالث أن الأفضل هو التمتع، وهذا هو مذهب الحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وتأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحج ولجعلتها العمرة. ف هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران. وجمع بعض أهل العلم بينها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لحديث أنس رضي الله عنه السابق، ولحديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، فأجابوا عنه بأن القارن متمتع، لكن تمتعه تمتع خاص،
فيصدق على القارن فيدخل القران في حديث تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القران تمتع خاص. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، فقالوا هذا يجاب عنه بأن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أعمال الحج، وإن قرن في النية بين الحج والعمرة، وأعمال القارن والمفرد واحدة، إلا في شيء واحد، وهو أن القارن يجب عليه الهدي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وبناء على هذا يجمع بين الأحاديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والأحاديث الأخرى لا تخالف ذلك. وأيهما أفضل عرفنا الخلاف. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل في المسألة من حيث الأفضلية، فقال الحاج لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يأتي بالعمرة في سفرة والحج في سفرة، فالأفضل في حقه حينئذ الإفراد إذا جاء بالحج في سفرة مستقلة، فالأفضل في حقه الإفراد. الحال الثانية أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة. الحال الأولى أن يأتي بالحج والعمرة كل واحد منهما في سفرة، الثانية أن يأتي بالحج أن يأتي بهما في سفرة واحدة، فحينئذ لا يخلو الأمر من حالين أيضا. الحال الأولى إن ساق معه الهدي فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا. الحال الثانية إن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. والعلماء مجمعون على أن من حج على أي وجه من هذه الوجوه الثلاثة فإن حجه صحيح، لكن الخلاف وقع بينهما في أيها أفضل. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول: ومثاله، يعني مثال الترجيح بكبر الراوي، احتجاج أصحابنا أي المالكية وفاقا للشافعية على أن الإفراد بالحج أفضل، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وهو أيضا روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. قالوا هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، لأنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، فهذا صريح. لماذا هو صريح؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحج. قال: فتقول الحنفية هذا معارض بحديث أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. ووجه المعارضة أن حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، وإذا كان قارنا فإنه لا يكون مفردا، فوقع التعارض بين الحديثين، الحديث الأول يدل على أنه كان مفردا والحديث الثاني يدل على أنه كان
قارنا. وهل يمكن الجمع بينهما؟ ذهب بعض أهل العلم كما عرفنا إلى الجمع بينهما بالوجه المتقدم، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الجمع ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فلا يمكن أن يقال حينئذ بالنسخ، فيعدل إلى المرتبة الثالثة من مراتب النظر بين الأحاديث المتعارضة، وهي الترجيح. وإذا نظرنا للحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، نجد أنه قد رواه من؟ فيما ذكر المصنف رحمه الله رواه ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا نظرنا للحديث الثاني نجد أنه رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وابن عمر أكبر من أنس. والقاعدة من قواعد الترجيح أن رواية الكبير مقدمة على رواية الصغير، وبناء على هذا يرجح المالكية والشافعية حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حتى على رواية عائشة رضي الله عنها، فعائشة أكبر من أنس رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله: والجواب عند أصحابنا على أي شيء؟ على معارضة حديث ابن عمر بحديث أنس، أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا وكان أنس صغيرا، فكانت رواية ابن عمر أرجح، وذلك لأنه أكبر. ونحن عرفنا السبب في كون رواية الأكبر أرجح من رواية من دونه، وهو أن كبر سن رواية الراوي مظنة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقربه مظنة لأي شيء؟ مظنة لضبطه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية لم يسكتوا عن هذا الجواب كعادتهم في دقة النظر، وأجابوا عن هذا بأن أنس رضي الله عنه كان بالغا عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب المالكية على ذلك بما ذكره المصنف رحمه الله: وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. هذا الكلام وهو قوله وقد روى الثقات، لماذا ذكره المصنف؟ ذكره المصنف للجواب عن جواب الحنفية، فإن الحنفية قالوا: كان أنس عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم بالغا، فذكر المصنف هذا الجواب ردا عن ذكر هذا الكلام ردا على جواب الحنفية، فقال: وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم تأتي العام الأول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن، يعني قرن بين الحج والعمرة. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس. وهذا كناية عن أي شيء؟ كناية عن صغره. وإني كنت تحت ناقته، تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. وهذا فيه إشارة إلى أنه كان أكبر من ابن عمر من أنس رضي الله عنه، فتكون روايته أرجح من رواية أنس رضي الله عنه. قال: وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه. وهذا فيه بيان الدليل على كون رواية الكبير أرجح من رواية الصغير. وهذا الحديث فيه طريق أخرى من طرق الترجيح بين الأدلة، أحسنت، وهي القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فإن روايته تكون أرجح من غيره، لأن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم مظنة لضبط الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله السبب الثاني. قبل أن نأتي للسبب الثاني أذكر مثالاً آخر للترجيح برواية الكبير على رواية الصغير، وهي ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد، يعني سجدة التلاوة، في المفصل منذ قدم المدينة. فابن عباس رضي الله عنه هنا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود التلاوة في المفصل بعد مقدمه من المدينة. وهذا الحديث يعارضه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة إذا السماء انشقت، وسورة الانشقاق من المفصل أو ليست من المفصل؟ من المفصل. فتعارض الخبران، فابن عباس ينفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل، ومن ذلك السجود في سورة الانشقاق، وأبو هريرة رضي الله عنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة التلاوة في سورة الانشقاق. فأي الخبرين يرجح؟ قال بعض أهل العلم: ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس لم يبلغ، حتى إن بعض أهل العلم قال إن عمر ابن عباس كان 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على أن ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت أكثر رواياته من قبيل المراسيل، حتى إن بعض أهل العلم كالحافظ العلائي قال إن ابن عباس لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة إلا 4 أحاديث، ذكر هذا في جامع التحصيل، قال لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة إلا 4 أحاديث. فابن عباس كان صغيرا، وأبو هريرة رضي الله عنهما كان كبيرا، ورواية الصغير تقدم على رواية الكبير، صحيح، رواية الكبير تقدم على رواية الصغير.
وقد ذكر هذا موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في المغني. وهناك أيضا في هذا في هذين الخبرين وجه من وجوه الترجيح، أحسنت، وهو أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثبت وحديث ابن عباس نافي. وإذا تعارض المثبت والنافي كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على الترجيح من جهة المتن، فإن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم، وسنعرف إن شاء الله ما هو الأقرب إلى التحقيق في هذه المسألة. قال رحمه الله: السبب الثاني، قال: السبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة رضي الله عنها، فإذا عورض بحديث أنس قلنا في الجواب إن عائشة أعلم وأتقن من أنس. نعم، السبب الثاني من أسباب الترجيح من جهة السند أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر، يعني من الراوي الذي روى الخبر الآخر. فإذا تعارض خبران ولم يمكن الجمع بينهما ولم يمكن القول بالنسخ، ووجدنا أن راوي أحد الخبرين أعلم من راوي الخبر الآخر، فإن الخبر الذي رواه الأعلم يكون أرجح، لأن زيادة علمه مظنة لأي شيء؟ أحسنت، مظنة لزيادة ضبطه، أن يكون أكثر ضبطا، وهذا سبب من أسباب الترجيح. وفرع المصنف على ذلك المسألة، وهي المسألة السابقة في السبب الأول، فقال: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. فإذا عورض بحديث أنس، وهو الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، قال: إذا عورض بحديث أنس قلنا في الجواب إن عائشة أعلم وأتقن من أنس. وبناء على هذا فإن روايتها تكون أرجح من رواية أنس رضي الله عنه. ومن الأمثلة على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في تحريم ربا الفضل، في قوله: لا تبيعوا البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فهذا فيه بيان أنه لا يجوز ربا الفضل. وهذا الحديث يعارضه حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فتعارض لدينا الخبران، الخبر الأول يدل على تحريم ربا الفضل، والخبر الثاني يدل على ماذا؟ يدل على جواز ربا الفضل، لأنه قال: لا ربا إلا في نسيئة. فهذا يدل بمفهوم الحصر على أن ما عدا ربا النسيئة وهو الفضل أنه ليس حراما. فكيف يمكن أو ما هو الموقف من هذين الخبرين المتعارضين؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون حديث أسامة لا ربا إلا في نسيئة، يعني لا ربا أشد، فربا النسيئة أشد وأعظم من ربا الفضل، وهذا سبيل من سبل الجمع بين الخبرين. وبعض أهل العلم لم يرتضي هذا المسلك وقال حديث عبادة وغيره من الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل الأرجح، وذلك لأن عبادة وأبا هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من الفضل من أسامة، من أسامة رضي الله عنه، وأعلم، ومن كان أكبر فإن روايته أرجح كما في السبب الأول، ومن كان أعلم فإن روايته أرجح. وأيضا هناك طريق من طرق الترجيح سيأتينا، أحسنت، وهو أن أحاديث تحريم ربا الفضل قد وردت من وجوه كثيرة، وما كان رواته أكثر فإنه يرجح على غيره. نعم، قال رحمه الله السبب الثالث. قال رحمه الله السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت. ومثاله ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع على رواية ابن عباس، قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وقال ابن عباس: تزوجها وهو محرم، فأبو رافع باشر القصة فهو أولى. نعم، السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه. قبل أن نأتي لهذا السبب نعود للسبب الأول والسبب الثاني. تلحظون أن المصنف رحمه الله فرع على السبب الأول والسبب الثاني مسألة واحدة، وذكر كم طريقا من طرق الترجيح، ذكر طريقين، وهذا فيه إشارة إلى أنه يمكن ترجيح الخبر بأكثر من طريق، وكلما كثرت طرق الترجيح كان ذلك أغلب على الظن بأن الخبر يكون أرجح. ونحن عرفنا في بداية المجلس أن مدار الترجيح على غلبة الظن، وبناء على هذا نستفيد أمرا، وهو لو أن خبرا من الأخبار يرجح من ثلاث طرق والخبر الآخر يرجح من طريقين من جهتين، فما كان أكثر طرقا للترجيح يكون أرجح من الآخر، وهكذا. قال رحمه الله السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت. وصورة ذلك أنه لو تعارض خبران أحدهما الراوي له مباشر للقصة أو للحادثة التي تضمنها الخبر، والخبر الثاني ليس مباشرا لهذه الحادثة،
وإنما يحكيها عن غيره، يقصها عن غيره. فرواية المباشر تكون أرجح من رواية غير المباشر. قال المصنف رحمه الله: لأنه أقعد بما باشر وأعرف وأثبت. قوله أقعد يعني أكثر اهتماماً، تقول فلان قعد للأمر، يعني ماذا؟ يعني اهتم به. وتقول سأجلس لهذا الأمر، يعني سأهتم به وأعنى به. يقول لأن المباشر أقعد بما باشر يعني من غيره، ومعنى ذلك أنه أكثر اهتماما. وأعرف، وهذا أمر آخر، يعني أعرف من غير المباشر، لأنه مباشر للقصة وملابس لها. وأثبت، وهذا أمر ثالث، يعني أثبت في الرواية من غير المباشر، لأنه مباشر لأنه ملابس لوقائع القصة. وقوله القصة المراد بها الواقعة والحادثة. ثم فرع المصنف رحمه الله على ذلك مسألة مشهورة، وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، هل كان في حال إحرام أو كان وهو حلال؟ قال رحمه الله: ومثاله ترجيح أصحابنا، أي المالكية وفاقا لجمهور العلماء، رواية أبي رافع على رواية ابن عباس. قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها أي دخل بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما، كنت أنا الرسول أو الرسولة، يعني كلاهما صحيح، الرسول على أنه خبر لي أنا، والرسول على أنه خبر الفعل الناسخ، كنت أنا الرسول بينهما. قوله وكنت أنا الرسول بينهما، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان مباشرا للقصة. وقال ابن عباس: تزوجها وهو محرم، فحصل التعارض بين الحديثين، أحدهما يدل على أنه تزوجها وهو حلال، والآخر يدل على أنه تزوجها وهو محرم. وإذا قلنا إنه تزوجها وهو محرم، فهذا يدل على أن النكاح للمحرم لا يكون من محظورات الإحرام، فيترتب على هذا حكم عظيم. فنظر العلماء في الخبرين وتأملوا وجوه الترجيح بينهما، فوجدوا أن أبا رافع كان مباشرا للقصة بخلاف ابن عباس، فلم يكن مباشرا لها، فقالوا حديث أبي رافع أرجح من حديث ابن عباس. وهذا معنى قول المصنف: فأبو رافع باشر القصة فهو أولى، يعني خبره أرجح من خبر ابن عباس. وفي لحديث أبي رافع وجه آخر من وجوه الترجيح، ما هو؟ أن أبا رافع أكبر من ابن عباس رضي الله عنهما، فتكون روايته الأرجح. وأيضا فيه وجه آخر من وجوه الترجيح، أحسنت، وهو لأن حديث أبي رافع رواته أكثر، فيكون أرجح من حديث
لابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: السبب الرابع. نعم. قال رحمه الله: السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، على رواية ابن عباس المذكورة. نعم. السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة، يعني هو الذي حصلت له القصة. والفرق بين هذا السبب والسبب الذي قبله أن هذا السبب الراوي هو الذي حصلت له القصة، أما في السبب الذي قبله فالراوي لم تحصل له القصة، فهذا هو الفرق بينهما. قال: فهو أولى. لماذا هو أولى؟ لأنه أعرف بما روى، فصاحب القصة أعرف بما روى. فقوله في السبب السابق لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت، هذا يقال في هذا السبب من باب أولى. إذا كان المباشر أقعد وأعرف وأثبت فإن صاحب القصة يكون كذلك من باب أولى. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بالمثال السابق، فقال مثاله ترجيح أصحابنا، يعني وفاقا لجمهور العلماء، حديث ميمونة قالت، عندكم في النسخ قال قالت، نعم قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. فصرحت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي أيضا كانت حلالا. على رواية ابن عباس المذكورة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. وسبب ترجيح حديث ميمونة أنها صاحبة القصة، يعني وقعت الحادثة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وأيضا من الأمثلة على هذا حديث بريرة رضي الله عنها أن زوجها مغيثا كان عبدا أسود، فهذا صريح في أنه كان عبدا. ويعارضه حديث الأسود ابن يزيد أن زوجها كان حرا. وقصة بريرة جاءت في الصحيحين، فقد عتقت رضي الله عنها وهي تحت زوجها مغيث وكان عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى عنده بعد أن صارت حرة أو أن تفارقه، فاختارت فراقه، وكان يحبها حبا شديدا، حتى قيل إنه كان يمشي وراءها في السكك وعيناه تذرفان من تعلقه بها، ومع ذلك كانت جازمة بفراقه. فتعارض هذان الحديثان، حديث بريرة أن زوجها كان عبدا أسود، وحديث الأسود بن يزيد أنه كان حرا. وبريرة صاحبة القصة، فتكون روايتها الأرجح. قال رحمه الله: السبب الخامس. قال: السبب الخامس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة. طيب، نقف عند هذا السبب ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بعون الله وتوفيقه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.